هاي عجلة الموت بالسيرك هو دولاب كبير بيقدي عليه اللاعبين مهارات بهلوانية. نشأت عجلة الموت بأمريكا بأوائل خمسينات القرن العشرين، صممها البهلواني كليسي باكيت يلي سجلها كاختراع حمل اسم Occupant Propelled Amusement Device سنة 1953، وكانت مقدمة لعجلة الفضاء أو عجلة الموت الحالية. بعد وقوع حوادث مميتة فقد الجهاز شعبيته لبعض الوقت قبل ما تتم إعادة تقديمه بالسبعينات تحت اسم عجلة الموت. بنسختها السياحية لسنة 2007 بدأت شركة رينغلينغ بروز باستخدام اسم ويل أوف ستيل لأنه كلمة الموت مش مناسبة للعيلة. باحثين من جامعة ميلانو اعتمدوا على مفهوم عجلة الموت لمساعدة رواد الفضاء على ممارسة النشاط الرياضي الضروري خلال مهماتهم الفضائية. مين قال إنه الجاذبية على القمر أقل بكتير من الأرض وممكن تسمح للرائد يمشي على الدولاب بمسار مستقر من دون ما يقع؟ أنا قال بشوفكم بكرة.